الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الأولى: من عدم الماء حقيقة أو حكما صار إلى التيمم. من عدم الماء حقيقة أو حكما صار إلى التيمم. طيب، خذوا القاعدة اللي بعدها لأن دليلها واحد: العدم الحكمي كالحقيقي. العدم الحكمي كالحقيقي، وذلك لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين قال صلى الله عليه وسلم: فعليك بالصعيد فإنه يكفيك. وفي حديث أبي ذر وأبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. عدم الماء ينقسم إلى قسمين: إلى عدم حقيقي وعدم حكمي. ما هو العدم الحقيقي؟ ألا يوجد الماء أصلا، الماء غير موجود أصلا. ما هو العدم الحكمي؟ العدم الحكمي أن يكون الماء قدامي ولكن هناك عذر يمنعني من استعماله، كالمحروق أو المرأة اللي بينها وبين النهر فساق، أو بين الرجل وبين البحر سبع أو عدو، فالماء موجود لكن المشكلة إيش؟ في عذر يمنع من الاستعمال. أو الماء موجود ولكنني مريض لا أستطيع أن أتحرك من الفراش. بسم الله على قلبي الرحمن الرحيم، ما حد قال بسم الله عليك. و و و و و و وكأن يكون الماء في البئر، أشوف الموية ما شاء الله في البئر لكن ليس ثمة حبل ولا دلو. أو أجد الماء يباع في السوق لكن بثمن زائد مجحف لا أجد ثمنه. فإذا العدم الحكمي كالحقيقي في جواز التيمم. واضح هذه؟ فقوله فلم تجدوا ماء أي لم تجدوه حقيقة أو حكما، فكل ذلك يجيز التيمم.